صباح الخير لك كاتي، وصباح الخير لنا وكل المشاهدين. خبرنا راعد، وين متواجد اليوم؟ أكيد لنا، ولكن اسمحوا لي أيضا أصب على كل أخواننا المشاهدين وين مكانوا من داخل وخارج حدود مملكتنا الأردنية الهاشمية. دائما بهذه الصباحات الجميلة من برنامج يوم جديد دائما نتحدث عن جائحة كورونا وهذه الجائحة اللي احنا بنمر فيها اليوم، ولكن احنا اليوم معكم من احد مراكز المطعوم في العاصمة عمان، وتحديدا في منطقة مقابلين حدائق الملك عبد الله الثاني. زي ما بنعرف اليوم تقريبا 1,300,000 شخص أخذوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واليوم 450,000 تلقوا الجرعتين وأكملوا الجرعتين. اليوم إحنا في أحد المراكز لنعرف الإقبال على فيروس كورونا، والآن ما يسمى بالدرايف ثرو اللي هي الخدمة بالسيارة. راح نكون معنا المهندس زيد الفلايلة مدير حدائق الملك عبد الله الثاني، ونصب عليه. الله يسعد صباحك مهندس. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. الله يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية رب. سيدي العزيز، اليوم في هذا الصباح إحنا في أحد مراكز التطعيم الموجودة في العاصمة عمان، هي في حدائق الملك عبد الله الثاني، تحدث عن هذه الخدمة وهي درايف ثرو، الخدمة في السيارة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يزيد الغمة عنا وعن الأردن بإذن الله، بدعم من معالي عمدة عمان الدكتور يوسف الشواربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأزمات و خدمات الطبية، استحدث هذا المركز في حدائق الملك عبد الله الثاني في منطقة المقابلين للمجتمع لمنطقة عمان الشرقية والعمانيين بشكل عام. طبعا نحن اجت هذه الخدمة تسهيلا لكبار السن وذو الإعاقة، والخدمة تقدم من داخل السيارة. احنا هاي بتسهل على اخواننا المواطنين، من اخواننا ايضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه داخل هذا المركز التطعيم، ولكن اليوم نتحدث عن الاعداد اللي موجوده داخل هذا المركز ويوميا تعاملكم مع هاي الاعداد. نعم، احنا بشكل دقيق لا نستطيع تزويدكم بالاعداد، بس قوه استيعاب المركز تقريبا تفوق ال 4000 يوميا، فوق ال 4000. مجهز عندنا تقريبا من 30 ل 35 موقع في المركز للتطعيم، يعني مسارب. نعم، 35 خيمة مزودة بكوادر الصحة والخدمات الطبية ومتطوعين من هيئة شباب الأردن. طبعا أعداد ممكن إحنا نتحدث بشكل بس غير دقيق، 2700 تقريبا أقلها اللي تطعم عنا يوميا، وأكبر إشي تطعم لغاية الآن تقريبا من 3400 ل 3700. سيد العزيز، اليوم أيضا الأخوان نشجعهم لأخذ لقاح فيروس كورونا، شو بتحكي لكل الأخوان اللي بيشاهدونا من خلال شاشة التلفزيون الأردني؟ نعم، طبعا حتى نصل إلى مجتمع خالي من هذا الوباء والفيروس، يجب على كل شخص التقديم على المنصة للتطعيم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وجهود جبارة لما تعمل الكبرى، وأيضا لإدارة حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين كل احترامي لك. أشكرك ويعطيكم ألف عافية، وشكرا للتلفزيون الأردني اللي باستمرار أيضا ما ننسى أيضا جهود وزارة الصحة، نتحدث عن جهود جبارة لهم. أيضا نتعرف على أحد ممرضات أيضا وزارة الصحة، نتعرف عليك. مريم حرفان، تخصص بتحاليل طبية من جامعة البلقاء. تحكي لنا أول شيء آلية عملكم هون، وكيف تعاملوا مع أخواننا المواطنين، وهي خدمة في السيارة أيضا. تعمل أول شيء إنه بناخذ هوياتهم، بندخل أسمائهم لنا على السيستم، المفروض يكون موقعهم هون وموعدهم اليوم هون، نطمنهم إنه الأمور تمام. اليوم مطعومنا الصيني سينوفارم، نعطيهم بالسيارة من داخل السيارة. يعني تعاون المواطن أيضا معكم كوزارة الصحة الآن في هذا الأعداد الكبير اللي بيجيكم. الحمد لله يعني تمام، والتعاون الحمد لله تمام، وعندنا هيئة شغالة معهم والأمور تمام يعني الحمد لله. شكرا لك ويعطيك العافية. هلا، الله يعافيك. إذا مشاهدينا الكرام، أكيد التعاون مشترك ما بين وزارة الصحة وأيضا أمانة عمان الكبرى، ونتحدث أيضا عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. أيضا نتعرف على أخونا إذا سمحت. كيف حالك؟ صباح الخير. يعطيك العافية، سلامات. تعرف عليك. وائل الصالحي. أخوي وائل، جاي تأخذ مطعوم بهذه بحدائق الملك عبد الله الثاني، والآن زي ما نعرف إنه وأنت بالسيارة، شو رأيك بهذه الخدمة، وشو بتحكي للنشامة والنشميات الآن اللي بتعاملوا معك؟ أول شيء ما شاء الله عنك، والله يعطيك العافية أنت والشباب والعاملين على هالموضوع.
بالنسبة للمطعوم يعني لابد أنه كل مواطن كل أردني يأخذ المطعوم. بالنسبة للخدمة ما شاء الله والله سريعة جدا جدا إن كان بالسيارة أو إن كان مشى على الأقدام. أنا بدي أشكرك وسلامات بالشفاء يا رب. الله يسعدك يا رب. الله يبارك. إذا بنشوف ردود أفعال إخواننا المواطنين الآن من خلال هذه الخدمة المتاحة الآن في حدائق الملك عبد الله الثاني في منطقة المقابلين، والخدمة زي ما بنشوف الآن رائعة جدا. بنشوف المواطن بيمشي بكل سلاسة من خلال هذه المسارب الموجودة. أيضا ممكن نروح لعمنا اللي هناك موجود إحنا وتيسير هسه بعد ما الأخ يأخذ المطعوم. في هذه المناظر أكيد دائما نحكي عن نشام الوطن ونشميات الوطن اللي بيساعدوا إخواننا المواطنين. وأيضا بدنا نشوف عمنا نتعرف عليه الآن بس، ولكن بس يجي الدور لعنده ونكون معكم. صباح الخير عم، يعطيك العافية. كيف حالك؟ بالشفاء. صباح الخير يا حجة، الله يعطيك العافية. أمه أول شيء تحكي لنا جاي تأخذ المطعوم بهذا المركز، تحكي لنا عن هاي الخدمة الآن اللي هي من خلال السيارة، شو رأيك فيها؟ خدمة ممتازة جدا وسريعة جدا الحمد لله. الحمد لله. تحكي لنا شام الآن اللي بيشتغل بهذا. الله يعطيهم العافية وبارك فيهم. الله يعطيهم العافية وبارك. الناس اللي الآن ما أخذت المطعوم شو بتحكي لهم؟ يعني يكون في إقبال. والله الكل يأخذ المطعوم لأنه فايدة له، طبعا فايدة له في الدرجة الأولى يعني. فايدة له. يسعد قلبك يا عمي وبالشفاء يا رب. يسعد قلبك. يعني بنشوف ردود افعال اخواننا المواطنين، شيء جميل جدا. الان من حدائق الملك عبد الله الثاني في منطقه المقابلين، وزي ما نشوف الاجراءات الروتينيه الموجوده داخل هذه الخيام وداخل هذا المكان. جهود جباره لوزاره الصحه، جهود جباره لعماله عمان الكبرى، وايضا جهود جباره للمركز الوطني للامن واداره الازمات. كنا معكم بهذه الفقره الصباحيه وهذا الربط المباشر من حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين. الان عوده الى لانا وكاتي لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، ويسعد صباحكم دائما.